ادي الطبق بتاعي. تعالوا نشوف هنعمل ازاي عصير السعاده، عصير الرشاقه، عصير يعالج الانيميا، عصير قيمته الغذائيه عاليه جدا اللي هو الشمندر بالعسل والنعناع. مقاديره على الشاشه، بسيطه وسهله. معانا شمندر، نشيل التوم من هنا والبصل وكل حاجه انا مش عايزها عشان العصير ده ما يكرفش مني، والعصير ده تعمليه لاولادك تعالج بيه الانيميا. مقاديره على الشاشه يا شباب، عسل، شمندر، نعناع، ماء مسلج. ممكن تضيفي بدل الماء المسلج عصير برتقال، بس انا عايز عصير الشمندر هنا او طعم الشمندر ينفرد في كوب العصير، او نضيف عصير ليمون. الله، هناخد الشمندر ده كده. طبعا للامانه لازم اغير الكلافزات بتاعتي، مهم جدا اكيد لمست مع توم او بصل، ده مهم جدا على فكره في المطبخ. طبعا لو انت في المطبخ عادي بتغسلي ايدك عادي، شويه ميه موارد، شويه ميه زهر، هتعملي حلويات بتفصلي الطعم بتفصلي الشكل، ده مطلوب منك. اهو انا بعلمك ازاي. ايه الحكايه؟ حلو قوي. مهم جدا وخاصه وانت بتشتغلي حلويات. الشمندر هنا بيسألوني بقى في الكنترول، ده مسلوق ولا ني؟ يعني مستوي ولا ني؟ وده سؤال وجيه جدا على فكرة. الشمندر يفضل سلقه، بيتسلق بالقشرة بتاعته بعد ما نغسله كويس، ولازم يكون بالقشرة بتاعته. الشمندر ما يتسلقش متقشر، وبعد ما يتسلق نسيبه لما يبرد ونقشره. ننزل بالعسل، واجعل ايامنا كلها عسل يا رب. ما هو الشمندر بيطلع منه السكر، فانا عايز اضيف العسل للشمندر او البنجر هيزيده حلاوه، ثانيا هيخلينا نشرب منه كميه عكس لما احنا ناكله لوحده كده. عشان بس ما حدش يقول لي ازاي شمندر نحط له عسل، بما ان الشمندر بيطلع منه السكر. ومن حقك تتساءل، زي بالظبط فكره عمل حلاوه الجزر او البطاطا او القرع العسلي، فيهم سكريات، بس ان احنا نضيف فانيليا ونضيف ماده سكريه زي عسل او سكر، هنا بنعمل ايه؟ بنطور الطعم عشان ناكل منه ونشرب منه. هننزل بالماء المسلج بتاعنا، يفضل ماء مسلج. الله، والميه بتروي العطشان. نبدا نضرب ده كله كده في الخلاط. شكرا لصديقي. طبعا معاكي كبه حلوه، معاكي خلاط حلو، معاكي مقشره حلوه، مقوره حلوه بتاعت الكوسه، بما ان احنا معانا كوسه النهارده، دي بسميها اصدقائك في المطبخ، مساعدينك. المساعد مش لازم يكون شخص او موارد بشريه يساعدوك، ممكن الاكسسوارات دي تعتبر مساعده ليكي كويسه قوي. ادي العصير بتاعنا، علاج الانيميا، قيمة غذائية عالية جدا،
شكله يفتح النفس. حلو قوي ده العصير. تعالوا نطلع الطاجن بتاعنا الحلو.